اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي موقع مصر، معاكم محمود حسن صحفي الموقع من محافظة سوهاج. كلنا عرفنا بقصة الشيخ عشري عبد الرؤوف صاحب 66 عام، واللي وفاته المنية قبل إقامة صلاة العشاء بمركز طهطا، بالتحديد بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج. الشيخ عشري عبد الرؤوف معتاد الصلاة، ما بيسيبوش فرض، صلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب بالناس، وراح انتظر صلاة العشاء، وقبل صلاة العشاء قبل ما ترفع وافته المنية. احنا دلوقتي موجودين مع الشيخ محمود المغربي، الصديق المقرب للشيخ عشري عبد الرؤوف، هيحكي لنا قصة حياته كاملة وايه اللي حصل بالضبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمود، احنا سمعنا حضرتك الصدوق المقرب للشيخ عشري عبد الرؤوف، وهو عمل يعني بتذكر متابعينا الكرام، وعمل مديرا لاوقاف طهطا في السابق. احكي لنا عن قصته وازاي حضرتك بتثري عليه حياته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة سيدنا الشيخ عشري مهما تحدثنا عن هذا الرجل فلن نوفيه حقه. منذ أن بدأت معه في تلاوة القرآن الكريم كان يقرأ معنا الحفلات والليالي القرآنية، وكان مربيا فاضلا، شيخا جليلا قنوعا، بل بالأجدر يعني إن احنا نقول سيدنا الشيخ عشري في طيلة حياته لم يتحدث عن الماديات، وكان نعم الرجل في الأخلاق والأدب والجيرة، كان إماما متقنا في عمله عليه رحمة الله، كان لا يفارق المسجد ولا العمل، لدرجة يعني أحيانا نقول له يا مولانا نروح مشوار ولا كذا، يقول المسجد والعمل أولى، أخلص عملي وبعد كده نروح أي مكان. فكان حريصا على العمل، ودائما وأبدا كان محبا لجيرانه، لدرجة أننا أحيانا تحدث مثلا أنه جار مثلا تكون الجنازة بتاعته بعد صلاة الظهر في عز الحر، يقول ما نتركش الجار ويذهب ولو كان بعيدا. لو المسافة بعيدة سيدنا الشيخ عشري يحرص برضو أن يؤدي الواجب. جاورت سيدنا الشيخ عشري أكثر من 20 عاما في المسكن. 20 سنة حضرتك صديق لي مقرب، بتشوف حياته ده كان جارا لي ملاصقا، المنزل في المنزل. قبل ما انتقل للمنزل الآخر يعني، فكنا نقوم الصبح بعد صلاة الفجر يقوم بتنظيف الشارع. ما شاء الله، يسعدك إنك جيران يعني في بهجة وسرور، صباح الخير، صباح النور، السلام عليكم يا مولانا. كان يا ما يلاقي مثلا جار تعبان ممكن يذهب معه للطبيب، ما يسيبوش. فكان نعم الجار ونعم الصديق الوفي مع جيران الشارع، بل مع البلدة بأجمعها، لم يختلف عليه اثنان. احكي لنا عن موقف حصل ما بينكم وساعتها تيقن انه محافظ على إقامة الصلاة بشكل مستمر، على اهتمامه بالدين. هو كان يعني بتقول حضرتك انه هو كان مدير الأوقاف مركز طهطا، تعاونه مع الزملاء، يعني حياته اليومية كنت دايما بتشوفها ازاي؟ سيدنا الشيخ عشري كان فريدا من نوعه، بل أنا لا أظن أني موجود مثل هذا الرجل. كان مديرا للأوقاف، قبل ما يكون مدير كان مفتش، كان يذهب إلى المساجد ومتقنا لعمله، ويدي التقرير بتاعه بكل حرفية،
وبكل صدق، ثم بعد ذلك صار مديرا للأوقاف. وهذا أمر عجب، كان يصور الأوراق المطلوبة من جيب من ماله الخاص، يشتري أوراق من ماله الخاص، ما يطلبش الموظفين، يقول له انت هات مثلا دوسيه ولا شوية أوراق ولا بتاع، يجيب من جيبه الخاص ويذهب بالمواصلات من جيبه الخاص، ويقول أنا أحب أي حد بيخدم بيت ربنا، أنا أقوم بخدمته. بل كنا بجوار مسجد يسمى مسجد التقوى، بجوار المنزل عندنا، كان عليه رحمة الله أحيانا يقوم بتنظيف دورات المياه. نقول له يا مولانا يا مولانا طب خلاص، يقول يا عمي احنا هنستنى لغاية ما العامل يفكر. ولا داخل المسجد، يعني داخل المسجد ولا في الإدارة؟ لا داخل المسجد. كان لما كان تفتيش كان بيدخل المسجد، لو بيجي الحمامات ينظفها، ينظفها بإيده، ينظفها ينظفها. بل انه كان الأعجب من ذلك، بعد ما طلع إلى سن المعاش وتقاعد لم يترك بيوت الله. احكي لي بقى عن الأيام الأخيرة اللي انت شفتها. الأيام الأخيرة دي كانت عجب. التزم بالمساجد وحلقات الذكر ومجالس القرآن، وكان يروح لأصدقائه اللي هم أصغر منه سنا ما طلعوش معاش، ويروح يجلس معهم في المسجد، وكان يصلي بالناس إمام، وكان ينصح الشباب يا ابني روح صلي، يا ابني روح صلي هي اللي باقي. وكان محبا لوطنه قبل كل شيء. مثلا يلاقي مثلا شيء خطأ في الشارع، يا أخوانا عيب الكلام ده، لم يحسون الدين على ذلك. والأعجب من ذلك كل الديانات تقبل هذا الرجل. كانوا أخواننا المسيحيين في الشارع محبوب من الجميع، يحبون سيدنا الشيخ عشري زينا وزيادة. فهذا الرجل رضوان الله عليه أحسن الله له الختام، وهذا دليل على محبة الله عز وجل لهذا الرجل. متابعينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد من خلال موقع عين مصر. يمكن ذكرنا تفاصيل كاملة من الصديق المقرب حول الشيخ عشري عبد الرؤوف صاحب 66 عام، واللي وفاته المنية قبل صلاة العشاء أول أمس في يوم الجمعة، صلى ظهر الجمعة إمام والعصر والمغرب، وانتظر لرفع الصلاة ولكن وفاته. والمقرب للشيخ عشري رحمه ورحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. متابعينا الكرام، شكرا.